لإخواني وأصدقائي الذين يزورونني ويجلسون معي ويحنون إلي وأحن إليهم، أقول لهم إذا كنت لا تقرأ وأنت لا تكتشف جهلك فأنت لا تقرأ. أقرأ لأكتشف جهلي، لا لينتفخ أنفي وأقول أنا عالم، لا لأنال منصبا. أقرأ لأكتشف جهلي، هكذا يجب أن أقرأ. أجعل هذا الهدف أمامي نصب عيني، أنا عندي جهل، العلم لا ينتهي، وما دام العلم لا ينتهي فأنا فجهلي أيضا لا ينتهي، فعلي إذن أن أكافح وأكافح وأكافح إلى أن تفارق الروح الجسد. لعله ابن سينا أو ابن رشد مات والكتاب على صدره، وابن مالك صاحبه الألفية في النحو لقنه ولده 8 أبيات وهو على فراش الموت فحفظها ثم فات روحه. وأبو الريحان البيروني من علماء القرن التاسع، هذا الرجل أهدم حقه من يبحث في حق بحثه، زاره أحد أصدقائه وهو على فراش الموت، قال كيف أنت يا أبو الريحان؟ قال هل وصلت؟ كنا نتذاكر في مسألة الجدات الفاسدات، هذه مسألة في باب الميراث يعرفها الإخوان لكي تعطوا لها العلم، كنا نتذاكر في مسألة الجدات الفاسدات هل وصلت فيها إلى شيء؟ قالوا يا أبا الريحان أفمثل هذه أفي هذه الحال تسألني عن هذا؟ قال لأن أموت لأن ألقى الله وأنا عالم بها خير لي من أن ألقاه وأنا جاهل بها. العلم أو طلب العلم يجب أن يكون نبضات متوالية في صدورنا كما تتوالى نبضات قلوبنا، ما كانش لحظة إياه لحظة لا ولا عيت ولا لا لا أبدا لا لا. إذن القرآن الكريم يدعونا لنتدبره، وليتدبره كل جيل حسب حاله الحضارية وحسب ثقافته التي وصلت إليها البشرية، وبقراءة القرآن وتدبره بعيدا عن كل الخلفيات. ما تكونش عندك خلفية مسبقة، أقرأ لأناصر المذهب الفلاني أو الفرقة الفلانية، لا، أقرأ لأبحث عن الحق، أريد الحق، أريد أن أتعلم. إذا قرأت القرآن بهذه النية وأنت حريص تجد جميع ما عند الذين كفروا مما يواجهونك به موجود في القرآن الكريم، أحب من أحب وكره من كره، وسأعطي بعض الأمثلة بعد قليل حتى ندخل في الفطرة. يجب أن يحشر في مفهوم الفطرة، ربما أحد الإخوان من طلبة أم الأساتذة قد ينكر علي هذه القولة، لكن أنا مصر عليها إلى الآن حتى يتبين لي الحق. الإنسان لا يتكلم إلا بالفطرة حتى ولو كفر، لا يتكلم إلا بالفطرة، ما يقدرش يتخلص من الفطرة دياله، لأن الله عز وجل خلقه مهيئا لذلك. قلنا فطرة هيئة الأولى أو أول الخصال فطره على الإيمان، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا، بعض الناس يوقفوا على شهدنا، قالوا بلى شهدنا، هل هو صحيح مقيم بس أي بلى شهدنا أنك ربنا، ولكن الأولى أن يبتدأ بها.
أستبرئهم. قالوا بلى. ها ها شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن هذا عذركم، هذا عذر لا يقبل. إذ الإيمان موجود فيك. الكافر المعارض مقبوض قبضا لا انفكاك له منه، لأنه لا يستطيع أن يقول بوجود فعل بلا فاعل. لا يوجد فعل بلا فاعل، لا يقول به أحد. العالم حادث، من أحدثه؟ هل العالم أحدث نفسه؟ لا يقبل عقل، لا يقبل عقل. من يقول بالطبيعة؟ شو يقول؟ الطبيعة الطبيعة، ولكن من خلق الطبيعة؟ من؟ ها؟ سمحوا لي الطبعة ديالك، عفوا الإخوان، مرة كان بغي نستان أستريح وأريح لبعض الدعابات. شي واحد سأل واحد قال له لك طويرة سميته شي طائر، طائر معروف، قال له هذيك راه أم الحسن، قال له هذي أم الحسن، أش كان سميتها قبل تولد الحسن؟ هذا العالم من أحدثه؟ تقول الطبيعة، هذه الطبيعة من أوجدها؟ من أوجدها؟ هل وش من الصفر؟ من لا شيء؟ لا يمكن. ولما كانت هذه الغريزة، هذه الفطرة في كل إنسان، لا يوجد جيل عبر التاريخ يخلو من تدين، بغض النظر عن كونه تدينا صوابا أو خطأ. حتى الوثنيون وحتى عباد الأصنام وكذا هم متدينون بدين فيه خطأ، ولكنه متدين. كيف ما يكون الحال؟ لكم دينكم ولي دين. الله تعالى سمى مذهب لدين كبر سمى ودين، لكم دينكم ولي دين. إذ الإحساس بهذه الحقيقة موجود في كل نفس. والإنسان كما قال بعضهم مهما كبر يبقى طفلا صغيرا. شحال ما كبر، شحال ما قرا، يبقى طفلا صغيرا، لأنه يحتاج إلى من يحميه، إلى من يؤويه. لذلك عندما يمسه الضر، عندما ينزل به البلاء، يرجع إلى الرب. فإذا ركبوا في الركي دعوا الله مخلصين له الدين. علاش؟ إيوا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعد أو قائمة، فلما كشفنا عنه ضره ومر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذن عندما ينزل البلاء تعرف الله، عندما يرفع البلاء تنسى الله. إذن فكرة أن لهذا العالم خالقا موجودة عند كل أحد. إذا رجعت إلى مسرحية السحوب عند أفلاطون، أرجو من كان يعرفها يعرفها، ومن كان لا يعرفها من الأحسن أن يرجع إليها. هي مسرحية كبيرة جدا جدا، مع الأسف غير موجودة مترجمة في المكتبات، ولكنها عبر الأنترنت موجودة. مسرحية السحوب، هناك من ترجمها بالسحوب، هناك من ترجمها بالضباب، اختلفوا في ترجمة العنوان. معليش، مسرحية طويلة جدا، ربما تستغرق حوالي 6000 صفحة أو أكثر. يحكي فيها صراع الآلية، هذا إلى السماء، هذا إلى الأرض، هذا إلى النور، هذا إلى الظلام، هذا إلى الخير، هذا إلى الشر، هذا بجعلوا حتى الإلهات، الإناث، كل إله عنده الإلهة ديالو. عبت عبت في عبت من حيث العمل، لكن من حيث الحقيقة هذا العبت من أين جاء؟ من الإحساس بوجود إله، لكنه ما لم يجد من يدله عليه. باسكال، هذو فلاسفة القرون الوسطى، هذا أعتقد يكون في الغالب في القرن 18 مع الحركة الرومانسية في الغالب، يقول صنفان من الناس هم العقلاء. يلا جوج هم اللي عقلاء، الباقي كل شيء حمق. صنف عرف ربه فلزمه، هذا عاقل. وصنف لا يعرف ربه لكنه يبحث عنه، حتى هذا عاقل.
تقلب على الحق، لكن الباقي كسول لا يعرف ربه ولا يبحث عنه. إذن الإحساس بالحاجة إلى الربوبية موجود في كل نفس، فطرة، ما كاينش كافر خالي من هذه الفطرة. فالله عز وجل في كتابه الكريم يعلمنا كيف نعرف ربنا. الإخوان طلبة، الله يرضي عليكم، الله يجزيكم بخير، الله وفقنا وإياكم للخير. أنتم تواجهون أو ستواجهون أقواما يتكلمون بالعلم، يتكلمون بالإيديولوجيات، يتكلمون بأشياء يجب أن تتمكنوا منها. عندك تهم الجهاد يقول ما عندي ما ندير بها، ما نقراهاش. الآن سنحاول الإجابة عن تلك الميتافيزيقا التي حارتها العقول. القرآن يتناولها ببساطة، يقولك هي موجودة فيك. فعندما نتكلم على الفطرة يجب أن نقسم الفطرة إلى قسمين. اصبروا معايا شوية لازمكم بخير. نقسم الفطرة إلى قسمين. هناك فطرة تفرض نفسها على كل إنسان ولا يد له في أن يغيرها، ولكن يجوز أن ينكرها، يغيرها بحاجة أخرى لا ما عندوش، يقدر يغمض عينه عليها. وفطرة بإمكان إنسان أن يفعل بها ما يشاء، ولكن إذا بقي على حريته سيقع في الفوضى. إذا الفطرة الأولى كيف نعرف الله؟ تعرف الله تعالى على مراحل، وهذا أول ما نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال له اقرأ قبل كل شيء، اقرأ اجمع. قرأ في العربية جمع، قرأت الماء في الحوض جمعته، اقترأت الإبل اجتمعت، إلى آخر كما تعرفون. قرأ جمع، فإذا قرأناه جمعناه. اقرأ، اقرأ كل شيء، اقرأ كل شيء، لكن هناك شيء يجب أن تدعى به. اقرأ كل شيء ولكن دير أولويات. اقرأ باسم ربك، كان يقول له اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم العظيم، اقرأ باسم العالم، اقرأ باسم العزيز الحكيم. لماذا اخترت كلمة رب؟ ثم أضيفت إلى كاف الخطاب، لم يقل له اقرأ باسم رب العالمين، اقرأ باسم رب الكون. يعلمه كيف يقرأ. رب يرب الشيء إذا أنشأه وكونه ربوبية لا تربية كما يؤول بعض اللغويين. تربية من ربا يربو، أما هذا رب يرب، وفرق بين رب يرب وبين ربا يربو. رباه أي نماه وحرص على إطعامه وشرابه وكسوته، وأما رب يرب الشيء أنشأه، خلقه. اقرأ. وأضاف الرب إلى كاف الخطاب أي عد إلى نفسك، فهي أول كتاب يجب أن تقرأه. اقرأ نفسك أولا. وكما يقول علماء البيان في باب الحذف، هناك حذف كثير. عندما قال له اقرأ باسم ربك، كأنه صلى الله عليه وسلم قال من هو ربي؟ هو كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. على كل حال دعنا من الخلاف ديال علماء السيرة، هل بالتأمل أم بعبادة من قبله أم، والراجح أنه بالتأمل، والله أعلم بالصواب، أنا لا أقطع في هذه المسألة، لكن الراجح أنه بالتأمل، يتأمل الكون.
وقد جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كثير ما كان يتأمل الكون، وكان كثير ما كان يفيق بالليل ويخرج يتأمل السماء والنجوم، وكثير ما كان يزور المقبرة بالليل يتأمل الموت، وتأمل تأمل 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 عبادة. كأنه كان في نفسه يتساءل عن ربه، ولا سيما هو لم يعبد صنما ولم يعبد قمرا ولم يعبد كذا ولم يشرك أبدا أبدا، طهره الله تعالى من هذه الأرجاس صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كأنه كان يقول في نفسه من ربي، فلما قالوا قال اسم ربك، قال من ربي؟ قال الذي خلق، الذي خلق. وانتبه إلى خلق هنا الأولى بلا مفعول به والثانية عند المفعول به، خلق خلق الإنسان. لماذا الأولى بلا مفعول به؟ يقولون من في باب حذف المفعول به معاني كثيرة، دلالات كثيرة، نأخذ غير لك من هنا. من 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 بينها اتساع الفعل وشموله، خلق كل شيء. انظر إلى السماء، انظر إلى الصحراء، انظر إلى الإبل، انظر إلى التي كانت حوله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء الخطاب في أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآية. الذي خلق كل شيء. فكان السؤال مقدرا، وماذا خلق؟ خلق كل شيء، هذه كلمة واسعة جدا، كيف أتصورها؟ خيالي لا يتسع لها. قال خلق الإنسان. وقعت على ضالتي، أنا إنسان ولكن مما خلقت؟ قال له من علق. من يحول العلقة إلى إنسان؟ هل سمعتم بعالم أو فيلسوف أو عبقري في الأول والآخر قال أنا خلقت الإنسان؟ لا يقول أحد. أعتى الناس في الكفر لم يقل هذا أبدا. ما كاينش واحد يقول أنا خلقت الإنسان، أنا خلقت نفسي، لا أبدا. من علق حول العلاقة إلى إنسان، سبحان الله. وإنك لن تقرأ هذا بقوتك وحولك، بل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والقلم هنا ليس هو القلم في سورة نون، القلم في سورة نون القدر، وهنا القلم بمعنى العلم، كناية عن العلم. لابد أن نفرق بين الألفاظ في القرآن الكريم، يجب أن نكون دقيقين جدا في استعمال الألفاظ القرآنية، لأنها لم تستعمل عشوائيا، حاشا لله حاشا لله. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. إذن هذا التوجيه الأولي يدعوه إلى أن يبحث عن ربه في الآفاق. فكان القرآن حافلا بآيات كثيرة تدعو إلى الإيمان انطلاقا من قراءة الكون. الله. سمعنا في تلاوة الأخ تقبل الله منه وزاده علما وشرفا، قرأ لنا من سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي علماء؟ مش الفقهاء، لا، هذا ما العلم مش يلفقه. ها، اللهم أن يكون قد جمعه إلى جانب فقهه. أما أن نقول هو الفقه عينه، لا، يقدر يكون علم آخر أضيف إلى علم الفقه، هذا جائز، هذا ما هذا من باب عطاء الله سبحانه وتعالى، من باب نعم الله. ولكن أن نجعل هذا العلم هو مرادف لكلمة الفقه، وتنقسم العلم هنا في الآية هذه بالخصوص، قد يكون مرادفا له في آية أخرى، هنا لا. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
هؤلاء علماء النباتات، علماء الجيولوجيا، علماء علماء. لماذا؟ لأن هذه الكونيات هي التي تدعوك إلى المزيد من التأمل وإلى عمق النظر. من خلق هذا؟ بل من يرعاه؟ خلقه ورعاه ويحفظه ويكلأه، سماه الله تعالى علماء. هذا علم عن طريقه نكتسب مزيدا من خشية الله سبحانه وتعالى. وأقول لنفسي أولا، كيف أفهم؟ أقول لكم بصدق، أحسها في نفسي، كيف أفهم قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة وأنا لا أفهم؟ ألم ترى كيف، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل إلى التمون؟ آيات كونية. ألم ترى إلى كم الظل ولو شاء لجعله ساكنة ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلى نقب يسيرا ولجعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وأنزل من السماء ماء طهورا إلى آخر الآيات. كيف أصل إلى أن أكون واحدا من عباد الرحمن وأنا لا أفقه عظمة الله في هذه الكونيات؟ هل ميتافيزيقا كيتكلموا على الآخرين؟ لا، ما عندناش ميتافيزيقا، عندنا عظمة الله، قول الله يكون. الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وصفهم تعالى بصفتين، الصفة الأولى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كنا أطفالا وقد علمونا رحمهم الله أن في هذه الآية أنهم يجوز للإنسان أن يذكر الله قاعدا أو قائما أو مرتجعا، ما تنتج حرج، وهذا فهم صحيح، صحيح 100%، لكن يجب أن يضاف إليه أن نذكر نعمة الله في قيامنا، ونعمة الله في قعودنا، ونعمة الله في ارتجاعنا. كم من إنسان مشلول يتمنى قومة فلم يجدها، وأنت أنعم الله عليك بالعافية تقوم. كم من إنسان حكم عليه الطبيب أن يبقى قاعد دائما لا يرتجع ولا يقوم. كم من إنسان حكم عليه الطبيب أن لا يرتجع على جنبه، يبقى على ظهره دائما. لا تقوم إلا بنعمة الله عليك، ولا تقعد إلا بنعمة الله عليك، ولا ترتجع، كل حركات جسمك من نعمة الله عليك. إذا الجسم نعمة وكل حركات الجسم هي نعم. سبح باسم ربك الذي خلق فسواه، ماشي خلق وخلاه، خلاه سواه. هذا موضوع آخر قديم مشينا فيه، غنخرجوا على الموضوع. إذا وصفهم تعالى بذكر نعمه عليهم. الصفة الثانية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله، النظر في الكون والتأمل في الكون عبادة تقربك زلفى إلى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات. شوف اسم إن في نجانا بعيد على أرض بارك منها الذي قد تقلب على اسم إن في نجاها وجب أخر لآيات لمن أفدي لقوم يعقلون، لقوم يعقلون يتأملون هذه الكائنات. سخرها الله لك، سخرها لك، إذن خلقك وأنعم عليك سبحانه وتعالى. إذن لماذا أنت تبحث عن التكهنات والتخرصات والتقديرات والافتراضات والضياع بين دروب التواءات الكلام، ها؟ حتى
فلا يقع المؤمن في قولة الجاهلية كذاب تمود أو كما قيل أصدق من صديق أمودر، كذاب ربيعة أصدق من أفضل من صديق مدر، تفضل الكذب على الصدق. لا ينبغي. إذن القرآن يدعوك إلى التأمل في الكون، وبالتأمل في الكون تنتقل إلى واجب الوجود الله سبحانه وتعالى. هذه فطرها الله، فطرك الله عليها، راه ماشي عادي يعلمها لك الأستاذ فلان، راه مفطورة فيها، خاصك تقلب أنت في نفسك، تولي نظرة في نفسك. إذن لهذا العالم خالق، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. واجب الوجود هذا الخالق العظيم لا يمكن أن يكون خلق وفصل مخلوقه عنه، بل لا بد من حبل ممدود بين الخالق والمخلوق، اتصال. هذا الاتصال يكون عن طريق الوحي، الوحي لا يكون إلا للأنبياء، ومن هنا يأتي الإيمان بالرسل. ها؟ يأتي الإيمان بالرسل، وبالإيمان بالرسل يتم الاقتناع وتتم جولة البحث ونصل إلى لا إله إلا الله. القسم الثاني من الفطرة، فطر فيك غرائز شهوات، هذه يمكنك أن تتصرف فيها وتعبث بها، لكن إذا بقيت على حالك معها ستدخل في عالم البهائم. إذن تحتاج إلى تشريع، فجاء التشريع لينظم الغرائز فيك، ولا تقربوا الزنا، إن الغريزة فيك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حب المال مغروض فيك. والله لا يهلك الظالمين إلى آخره، لأن الظلمة في كل نفس، طغيان الشيطان، هذه المحطة الشيطان من يدخل الإنسان. الشيطان لا يدخل إلا من باب الغرائز، ما عندش باب أخرى من غيرها. فأخرج آدم من الجنة من باب الغريزة، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن أعطاهم الطمع، ثم حب البقاء، حب البقاء، بودي ألا أموت ولكن أعلم أن الموت محكوم به علي، فلما فر منه إذن علي أن أبقي نسلا، أن يكون لي عقب. فشرع تعالى الزواج لينظم هذا النسل. لك الحق في ممارسة شهوتك الجنسية لكن في الإطار الشرعي. ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها. لك الحق في أن يكون لك أولاد، ذلك في مثل يقول لك بقاء. هناك حب العلو والظهور، فنحب أن يكون غنيا، أن يكون له جاه، أن يكون له سلطان، أن يكون له لكنه حد له حدودا، وضع له ضوابط شرعية. هناك نحتاج لعلم الفقه بالضرورة، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تترجم لنا هذه المعاني وهذه المعارف. وهنا تتداخل العلوم بعضها مع بعض. إذن فطرة هي موجودة فيك لا تملك أن تغيرها، وفطرة هي فيك وأنت بإمكانك أن تتصرف فيها، لكن تصرفك فيها يدعوك إلى الفوضى. إن فجاءت الشريعة وجاءت الأحكام لتنظم حياتك مع الغرائز. هذا عن الفطرة. أريد أن أختم في الجزء الأخير
بشبه ما بدأت به. بدأنا